تعرف فما كلمة بالتونسي شلون تقول؟ فما كلمة تونسية تقول سيب صالح، يسيب صالح عاد، سيب وصالح، سيب وعتق وعفو. والله تهبط في تساور قبل ما نهبط انا، قلنا ميسالش تاخذ لي في الاستوري وتعمل لهم ريلز وافلام وسيناريوهات، قلنا ميسالش تهبط في تصاوري، قلنا عادي تجاوب في الناس باسمي، قلنا برا يا ريهام نورمال، عباد يحبوك وعادي نورمال. اما تصبر ب 300 دينار و200 دينار وسيب عاد صالح، عاد سيب، عاد سيب سيب. انا مش نقول الناس تسينالي، خليك مسيش كل خبيزه وما عادي تبع وكل خبيزه وهابش زيد نهبط هنا تصاور ستوريات جو دي ما في، وانت عيش حياتي ولا عيش حياتي معايا انا، يعني انا نعيش حياتي وانت عيش معايا حياتي. يا والله حال يا ربي والله العظيم، تعرف شيء مش كخر، شيء كخر الاخر. ما تسالونيش كونت اوفيسيال ريهم بن علي، ذاك اوفيسيال مانيش انا، عندي كان الكونت هذا انا امي عملت له اللي هو ابوني وانا لا، امي مش بلا ذاك الكونت بتاعي. حسيلو هنا راني لهنا، دونك فوالا هذا الكونت الوحيد نتاعي. انا فما بليزيوغ كونت اخرين عاملين باسمي وهابطين تصاوري، ما عادي ما قلقنيش، معناها ابخي تو جو كومبخون، معناها عبد نجم كون الناس تحبو الكل، معناها باغ امور يعملوا كيكا، نتفاهم الحاجه دي، وبالعكس معناها ما لا نسيني عليهم لا حد شيء، عادي ما قلقنيش. ابخي تو وحده تصاوره موجوده في البلايص كلها، ما انك باش توصل تحكي مع الناس بالفلوس هاو يجي ابعث لي نربحك 300,000 مره فاتت هبط ماشينا لافيه ولا شنو مهبط باش يربح على سنة نحكي مع العبيد، مش حلو معناه، فهمت؟ ارتقي شوية الزح، ارتقي شوية بالمستوى على الأقل، ربح من عرش انا فواياج، ربح مجموعة من الكتب، ربح تهز ليفينمون ولا تهزم ليفينمون متاع سينياتور متاع كتاب، ولا ارتقي شوية. كي تكذب مواك اكذب بمستوى راقي، فهمت؟ ربحش ماشينة لافي وماكينة حديد وماكينة متاع درشنوة. بون بريف، يلا have a nice day.